طيب عندي تفاصيل كتيرة عن تدريبات الأهلي، السفر إلى الجزائر، ولكن دلوقتي معايا مداخلة مهمة جدا مع أحد كباتن ونجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي، كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف، مساء الفل ومنورني. مساء الفل يا محمد، إزاي حضرتك؟ أنا الحمد لله. يا رب يا رب دايما يا رب دايما. طيب عايز أستغل وجودك معايا. يا رب كل سنة وحضرتك طيب. اتفضل اتفضل. اتفضل حضرتك. ان شاء الله عوده حميده باذن الله للرياضه المصريه كلها في ثوب جديد، يعني اذا كان بالنسبه للانديه او بالنسبه للمنتخبات كمان يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن شريف، انا بصراحه يعني من الناس اللي انا بحب اقعد اسمع لها واستفيد دايما بالاراء الفنيه اللي بتقولها، يعني بجد بتبقى اراء في الصميم. قبل كاس الامم كان معاك مداخله مهمه جدا واتكلمت في تفاصيل فنيه، والتخوف اللي كان عندك شفناه في البطوله فعلا. فالمره دي واحنا رايحين على مباراه شباب بلوزداد برضو محتاج اسمع منك رؤيتك الفنيه في التوقيت الحالي للاهلي وهو رايح على الجزائر بكره. الفريق شباب بلوزداد في الفتره الحاليه ما كانش فيه توقف للدوري الجزائري، شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسميه، في المقابل كان فيه توقف للدوري المصري، الدوري كمان ما رجعش بعد المنتخب ما رجع، للاسف كان فيه اهتمام باستكمال كاس الرابطه، فالامور الفنيه مش متساويه، الكفه مش متساويه، ولكن ايه النقاط الفنيه او الامور اللي ممكن تتكلم عليها دلوقتي قبل السفر للجزائر ومهازي المباراه الهامه؟ الاهلي 5 نقاط وبلوزداد 4 نقاط. اولا يا محمد ان شاء الله لازم تبقى عندك نتيجه ايجابيه من المباراه دي حتى لو تعادل يعني. تمام. لان انت عندك اليامة دي هتبقى عندك بعد كده الماتش ده، اعتقد انه هتكون ماتش سهل مش صعب يعني باذن الله. الاستعدادات اللي كانت موجوده والراحه والغيابات كمان اللي هي حصلت عندك بالنسبه للعيبه زي ما انت اتفضلت وقلت بيبتاو، وكلمت عن ديانج بغياب ديانج، والاستعانه بكم مش بسيط من الناشئين، بيتحط عليهم كريم الدبيس كمان، وعوده اكرم توفيق ممكن يكون ليه مشاركه دفاعيه في نص ملعب النادي الاهلي في هذه المباراه. الراجل هيحاول يعمل توازن يعني بين شكل اللي احنا بنسميه الستار الحديدي في نص الملعب والكاونتر اتاك اللي يقدر منها يكون عنده هدف من الايجابيات اللي يطلع بالمباراه في صف النادي الاهلي. والموضوع مش هيبقى سهل، اذا كنا احنا نوهنا على منتخب مصر ان الموضوع مش هيبقى سهل في البطوله، لان ايه السبب الرئيسي اللي احنا نوهنا عليه؟ غيابات احد بعض النجوم اللي هي بتعمل فارق كتير قوي من صناع لعب، واحد زي حسين الشحات مثلا، ده لعيب مش عايزين يعتبروه اساسي، ده لعيب اساسي جدا بان هو ليه بصمه في كل مباراه بيلعبها في اي حته اذا كان المنتخب او النادي الاهلي. الاصابات الكتيره اللي احنا تعرضنا عليها، اصابات الكناوي، بقول له يعني الف سلامه عليك، وهتفضل وانت بايد واحده، انت برضه حارس مرمى الاول بتاع منتخب مصر وحارس النادي الاهلي، وكل التوفيق طبعا لحبيبنا وابننا مصطفى شوبير اللي هو كل الدعم الجماهيري الحقيقه، الناس كلها كل ما سالوا ادوا لشوبير ادوا لشوبير ادوا لشوبير، يعني الناس كلها برضه حابه شوبير، وعنده ارضيه بقى عنده ارضيه كبيره يا محمد مع الناس اكيد يعني. ده حقيقي شخصيته كمان تسمح له، ده من العامه يقول لك لا الولد كويس وفي احلى الاوقات وقف وسد وعمل شكل لحراسه المرمى وطمانينه وكده. فانت عندك لعيبه كويسه جدا، ازاي انت تترجم بعد الراحه دي الاشتياق اللعيبه للملعب، الظروف تبقى مواجهه ليهم ان هم روح الفنانه الحمراء باذن الله هي اساس اللغه اللي هتبقى في المباراه. يعني ده اهم حاجه يعني. طيب عندي جزئيه انت شايف معايا اكيد انت شايف معايا الشكل الوحيد اللي احنا اكيد بنتكلم عنه الشكل الهجومي بالظبط. النهارده هتلعب بالشحات وكهربا وموديست معرفش ده هيبقى الاثنين كهربا وموديست صعبه شويه كده. طب بص اقول لك على حاجه، مركز الجناح الايمن احمد عبد القادر النهارده اول مران بعد غياب لمده 2 شهر، فغالبا صعب يعني صعب جدا يلعب الماتش. عندك كمان رضا سليم من شهر نوفمبر مصاب ولسه راجع برضه للتدريبات الجماعيه، فصعب يبدا الماتش.
بيرستاو تعرض لاصابه في العضله فمش هيكون موجود في ماتش الجزائر، ودول ابرز ثلاثه موجودين في الجناح الايمن. هل ممكن يستعين بحسين؟ هل ممكن يستعين بطاهر في المكان ده ويخلي كهربا جناح ويلعب بمودست راس حربه؟ وسام بو علي المهاجم الفلسطيني مصاب فممكن ما يكونش موجود في المباراه. يعني الجزئيه دي اكيد فيها عاشور. بص امام عاشور ده ممكن يكون جناح جيد ناحيه الشمال، مش في نص الملعب، مكان الشحات وكهربا. اه يعني فهمتني؟ وعندك نص الملعب بقى هيبقى مروان عطيه وقفشه واكرم توفيق، ده اقرب حاجه انت ممكن تتعامل بيها. يعني ما غير كده اعتقد انت بيبقى ليك رؤيه فنيه متحده معايا. لازم اتفق معاك. هم دول العوامل اللي متاحه بالنسبه لك، او الفوتبولر بقى والخبرات اللي موجوده عندهم. وما اكرم ما بيخافش، بيلعب باك رايت ما بيخافش، بيلعب في نص الملعب ما بيخافش، بيعمل زياده عدديه. كريم فؤاد فين؟ انا مش عارف يعني. كريم فؤاد موجود جاهز، موجود وحتى قدامنا في التدريبات اهو على الشاشه. ده ده دي ورقه رابحه جامده جدا انت تقدر تستغلها في المباراه دي الحقيقه. فجبناه سيرته يعني. لا ده من احد العناصر اللي هي هل هو ممكن يبتدي بيه ولا هيبقى بديل جيد ولا مش عارف يعني. واحنا بس الاصابات اللي حصلت والارهاق للاسف، والراجل الفيرود بتاعنا الجديد برضه جاله اصابه. فالموضوع هيبقى في حاله توازن كده يعني. كل مره انا ببقى متفائل واقول لك هنكسب. انا قبل المباراه دي، من المباراه اللي كانت هنا بينا وبينهم، انا قلت احنا هنكسبهم هناك. ما شفتش مزبوط. يعني عندنا فوارق كبيره قوي، قلنا مع بعض انا وانت هنكسب هناك ان شاء الله. ولكن الظروف ساعات بتبقى ضدك يعني. طيب اللي هم يستغلوا الغيابات، اكيد طبعا هيستغلوا الغيابات اللي عندك، لان عندك كمان الحارس الاساسي مش موجود، لكن كل الثقه في مصطفى شوبير. هتديهم بتدي عمليه ثقه كده للفرقه اللي قدامك يعني. ان عندك اسماء مش موجوده مش عارف ايه، وبيلعبوا على ارضهم وسط جماهيرهم والجو هناك العام، الحاجات دي بتاخد منها ربع ساعه في الماتش، بتاخد وقت. صح صح. لما في الحكايه دي بقى يا سلام، لو انت اللي كان عندك صفقه تهديف يعني بتبقى هتفرق كتير، تخليك انت راكب المباراه. انما لو دخل فيك جول وانت عندك غيابات وعندك لملمه اوراق وكده، انت عارف يعني. لا، وحسابات ضغط على اللعيبه وضغط على الجهاز الفني وضغط على الدنيا كلها، اهم حاجه ان انت ما يخش فيك جول. وحسابات المجموعه جول كمان المباراه. يا كابتن شريف، حسابات المجموعه برضو يعني، الاهلي 5 نقط، يانج افريكانز 5 نقط، ميديام الغاني 4 نقط، شباب بولزداد 4 نقط. فالمباراة لازم تكسب بجامة وتتعادل الماتش ده او تكسب الماتش ده، بمعنى صح ما ينفعش تخسر نقاط في المباراتين. ده السيرك بتاعك يعني. يعني الخسارة توديك حسبة بيرما، مكسب الماتشين الجايين بقى يعني. هو عبارة ناقص ايه، ماتشين ولا ماتش؟ بعد المباراتين دول ناقص ماتش يانج افريكانز يوم 2 مارس في القاهرة ان شاء الله. يعني يانج افريكانز عندنا في القاهرة؟ هو الماتش الوحيد اللي متبقي في القاهرة. وميجياما؟ في غانا في كوماسي. ده لازم تكسب الماتش ده والماتش ده، فأنت لو عملت نتيجة جيدة مع خلاص بقيت في حتة تانية خالص بإذن الله. زي كل سنة اللوغاريتمات وتاخد البطولة إن شاء الله. لا، لو كل سنة ولوغاريتمات وتاخد البطولة نطلع مركز تاني. هي دي كلمة السر دايما في انتصارات الأهلي، تاني المجموعة هتضمن لك تبقى بطل البطولة. إن شاء الله. يا اخي يعني انا شايف ان الاهلي في حاله جيده جدا يعني. الحاجات العكوسات اللي بتحصل دي انا مش عارف يعني. لا باذن الله هتبقى نتائج ايجابيه الفتره الجايه. اختبارات احنا في اختبارات دايما وتوقيتات صعبه كل شيء، ولكن ربنا بيكبرنا دايما يعني. ان شاء الله. كابتن شريف انا بشكرك، نورتني وشرفتني، ودايما بسعد باللقاءات الفنيه او المداخلات الفنيه للكابتن شريف عبد المنعم قبل المباريات الحاسمه والبطولات المهمه جدا، بيبقى ليه كده وجهه نظر ثاقبه ومهمه في توقيت اعتقد كان لازم يعني نسخن شويه قبل ما نسافر الجزائر ونستعد لمواجهه شباب بلوزداد.